حسين انا فرحانه برشا اللي انت موجوده معنا اليوم. ما منيش فرحانه خاطر ديما انا برجي الاخراني راهو ديما نتقرا في الاخر الا لما نتعب تعرف نقيس نفقد الامل. اما برج الحوت راهو سكر معقود. يعني تهزي في المعنويات انت قاعده تو والله. لي برج الحوت راهو مائي وحساس حساس كل برج جدا يعطيك الصحه. ما كل عندي 5 سنين يقولوا لي سنة عام الحوت، 5 سنين ما ريت حتى شيء في الحوت. ليه والله يا عم سنة عندكم الزهرة. حتى عم ناول قالوا لي الحمد لله الحمد لله. الوغ حسين حكينا على الحالة الفلكية ايش صاير ساعتها قبل ما ندخلوا ديريكتومون قبل ما ندخلوا للزغوسكوب. لازمنا معناتها نصحوا حاجات ومعلومات زاد نوصلوهم للسادة المشاهدين اللي فما تغييرات فلكية قاعدة تصير معناتها في الكون. وسبحان الله ربي خلق الكواكب والنجوم باش احنا زادة نتمتعوا بهم معناتها كمعلومات كطاقات ككل شيء فهمت. هذا اسمه علم الفلك. واضح. جوست حبيت نقول اللي عندنا بيريود صعيبة شوية قعدنا متعدين بها الفترة اللي فاتت. الكل الأبراج الكل. وي عندها تأثير كبير على الأبراج الكل. اللي هي معناتها هو لما حاله هو برج مائي مش بعيد عليك معناتها عنده تأثيرات زادة على المائيين اللي كيفه. اللي هو برج العقرب. شبيه. برج العقرب عنده معناتها كيما نقولوا كوكتيل متاع دخول كواكب اللي هو عطارد الشمس والمريخ. الثلاثة موجودين توا في المنزل متاعو الثامن. وكي نقولوا بما معنى خلينا نفسروا لهم من ايش بالضبط. هي تو فتره برج العقرب نوفمبر فما زاد خسوف مازال كيفات موجود زاد في برج العقرب. ربي معاهم. طاقه برج العقرب صعيبه شوي اللي هي ديجا قاعدين نشهدوا فيها في الكون الكل. والمريخ ككوكب مسيطر عليه اللي هو كوكب الحروب، كوكب الصراعات، كوكب الموجات السلبيه، معناتها هذاك علاش برشا ناس قاعده تحس في رويحة متقلقة، أمور نفسية، طاقتهم ماهيش ولا بد، أمور مالية سببها، أمور عاطفية زادة كيف كيف خاطر كل شيء عنده تسلسل في الحياة سبحان الله. معناتها جوست معناتها هذا التأثير على المائيين اللي كيفكم اللي هو الحوت والسرطان زادة عندهم تأثير كبير على الآخر. كان تحس روحك متقلقة عندك أرق قلة نوم قلة ولا كثرة شاهية زادة. عايش يا محلولة هذه. اي بالحق معناتها هذه راهو عنده تاثيرات في الكواكب معناتها ما تخافوش. اما عندي بشاره لكم. هاي الاخير الانفراج اليوم واليوم ان شاء الله نهار مبروك. اليوم ابارتير من اليوم باش يبداو معناتها الكواكب هذوما يخرجوا تدريجيا بشويه بشويه ما العقرب هذا. وما تنساوش زاد يا جماعه راهو عندنا نهار 13 في نوفمبر هذا الشهر هذا عندنا ولاده قمر جديده اللي هي تكون في برج العقرب زاده خاطر هو لكن الولادات هما بدايات. هاي بما معنى بما معنى اللي نحن باش ندخلوا فتره راحه نفسيه شوي هدنة كبيره يا نفسه. وباش نزيد حاجه اخرى نبشرهم اللي فما برشا حاجات باش تصير مزيانه عليه خاطر فما بوابه طاقيه نهار 11 نوفمبر. ايه معناتها علاش الانفراج باش يبدا درجه تدريجيا. وعندنا زاد خروج كوكب الزهره من العذراء اللي هو مش للميزه. واش معناتها يا صافي؟ معناتها والله لا نعرف الميزان شنو؟ ما هي بسكولة. لا بلا توازننا معناتها حياتنا الكل في توازن تولي اي ما عادش كل سلبيات برشا. هذه التاثيرات اللي قاعده تصير. واحنا نقولوا شبينا الدنيا مفرعسه مفرعسه حتى يخرج مش فرحان حتى يقعد الدار مش فرحان. عادي واحد يقول الشده في ربي في التلفزه وما قاعد يصير طبعا في اشقائنا الفلسطينيين. الله يفرج عليهم الله يفرج عليهم ان شاء الله ازمه وتتعدى. هي ازمه وباش تتعدى معناتها دو ما باغ نحكيكم جوست توقع شيء امل. هي ازمه وباش تتعدى لكن في كل حرب لازم خسائر اكيد هذه لا من امنها. الله يفرج عليهم ربي يفرج عليهم وعلينا. الوغ حسين نمشيو للقراءه. نبداو برج الحمل. الحمل لا يتفضلوا يا حمل ركزوا الحمل نشوفوا شنو عنده الحمل الجميل هذاك. به مواليد برج الحمل اللي هو ترابي الحمل. ليه ناري 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 يا ناري. ليه الترابيين هما الثور العذراء والجدي. واضح والمائيين نقولوا للساده المستمعين مع المشاهدين باش يزيدوا يفهمونا. المائيين هما السرطان الحوت والعقرب والهوائيين هما الميزان الدلو وشنو اخر
جوزي. الجوزي اي صحيح. بيتا باش نبداو برج الحمل. الحمل يلا توقعاتي وكي العاده وديما نقولها كيكسوا في انستغرام ولا بحذيك في البلاتو ما يعلم الغيب الا الله. انا عندي رسائل لكم معناتها نعديهم لكم وان شاء الله يا ربي اسبوع موفق للجميع. للجميع ان شاء الله. بالنسبه لبرج الحمل لا تتصرف باننا يا مولود برج الحمل مع من حولك وكان غلطت اطلب السماح الحقيقه معناتها راهو الاعتذار باهي وساعات ما حلينا وما حلينا كي نعترفوا بالخطا نتاعنا ما كانش يا حمر راك باش تلقى روحك وحدك في اخر المطاف خاصه الاسبوع هذا على اعصابك شوي عندك شويه ازمات ماليه ماذا بيك يا حمل معناتها زيد كيف كيف تفصل الشغل نتاعك على الحياه الشخصيه نتاعك باش ما يدخلولكش في ثغرات حياتك ويبركوك شويه في الخدمه هذه على الصعيد المهني الصعيد العادي الشريك نتاعك محتاج الاهتمام يا حمل الحمل قاعد يضيع في الانرجي نتاعو في حكايه فارغه ماهوش ليه بالحاجات الباهيه معناتها ماهوش ليه ماهوش مركز مع هذه هي مركز مع التفاهي مع التفاهه مع التفاهات ماهوش ليه معناتها في خدمته الاصليه مع حبيبه مع الحاجات المهمه البريمورديال في حياته قاعد يسمع في قيل وقال وماهوش قاعد مركز اكزاكتومون على الصعيد الصحي عليك الاهتمام بصحتك وتنقص شويه من الشهوات اللي قاعده تصير لك ربحوا على ميزانكم جماعه برج الحمل ردوا بالكم توا شنو تعدي برج الثور الثور اللي برج الثور الترابي برج الثور الترابي جوست نحب ننصح مولود برج الثور خلال الفتره القادمه باش يتحلى بشويه صبر وشويه هدوء وما يتسرعش في اتخاذ قرارات هو في حياته هو الثور تحسه يسرع عصبي يعني وي وقيادي ايضا قيادي ويحب يسيطر وزاد كيف كيف الفتره اللي فاتت مع تاثير العقرب ما تنساش زاد عندنا لابلين لون صارت في الثور يا اختي شبيه كوكتيل هذا كوكتيل مولوتوف الوغ جوست ننصح مواليد برج الثور باش ما ياخذوش قرارات متسرعه الجمعه هذه بقدره ربي ان شاء الله يا ربي معناتها تتخطى هالازمه نتاعك وخاصه رد بالك ونعاود نقولها لك او قدام صافي معناتها راه ما كانش راك باش تولي تشعر بالندم وباش بالحق لسانك لسانك صوي عليه اكزاكتومون باهي على الصعيد المهني بسم الله ما شاء الله عليك يا ثور انت ذكي عندك فرصه معناتها باش تعمل معجزات بالذكاء نتاعك ركز طاقتك في حاجات تنفعك وحاول تلقى خطه بديله للخطه اللي صارت لك البيريود اللي فاتت طاحت لك شويه في الماء ما يعبر عليه على الصعيد العاطفي لا تعاقب الحبيب بالتجاهل يا حبيبي يا ثور اوكي خشمك على البالي بيك عندك الانفه لكن يا ثور رد بالك على حبيبك راك انت تهملو من شيره فما برشا ما تستلمش من شيره هي من شيره اللي من الغادي وهذا تمشي على الابراج الكل يعني تهمل من شيره راه فما شكون يستعمل شيء لها راهو الثور عنده اي عنده انفة حتى كي يبدا هو غلط ما يطلبش السماح لا عندي فكره يحاول الثور يصلح من روحه يهدئ من روعه شوي على الصعيد الصحي عنده برشا ارهاق وتعب الحقيقه يستنى فيه ويحاول لازمه يعمل نظام غذائي صحي كما يقولوا يبلبص ايجين دو في يبلبص يبلبص جوست يا ثور العقل السليم في الجسم السليم هاو يسمع فيك ثور باهي تعرفش نتعداو برج الجوزي الهوائي الجوزي اي باهي على مولود برج الجوزي جوست حبيت نقول لكم خلال الفتره القادمه ان شاء الله لازمك تحدد معناتها اهداف لحياتك باش تنجم ترجع الثقه اللي الفتره اللي فاتت طاحت لك نجم تكون عن طريق عرفك في العمل طيح لك مورالك نجم يكون عن طريق حبيب مثلا طيح لك مقاتفك كما نقولوا اما هوني راك باش تتمكن باذن الله من تحقيق طموحاتك ومتها باش تعمل استقرار ليك على الصعيد المهني حاول لغه الحوار مع رؤسائك كما قلت لك وكما نقولوا لسانك سوينك اذا خنتو خانك واذا صنتو صانك اللي باش تخرجوا يا جوزاء خاطر الجوزاء راهو ما يوزنش كلامه في وقت الغضب نتاعو اعظم من الثور ينجم يخرج كلام ماهوش في مكان كاريت الحوت على الصعيد على الصعيد العاطفي انتبه انتبه اذا كنت تخبي سر راو ينجموا يكتشفوا سرك يا جوزي معناتها كاين عندك خيانه ولا عندك تكذب على شريك الحياه نتاعك ولا حبيبك ولا شخص عندك راو بالحق راو باش تكتشف باش يكتشفوا باش تتشد بالكمشه هذه معناتها انتبه على تليفونك على مساجاتك على على خويا سايب عليك علاش انتبه سايب عليك ردوا عليك شريك حياتك ردوا بينا ما جوزي عنده الازدواجيه في الشخصيه معناتها هو الابراج الكل عندهم الازدواجيه هو ما هو خاطره بوجي هكا يقولوا هما الجوز وي وي
الو على الصعيد الصحي ينقص من الكسل شوي ويمارس الرياضه ياسر كسول. بين تعديو برج السرطان توا به سوف يتعرض برج السرطان الفتره المقبله الى مواقف صعبه. ماذا بكم يا مواليد برج السرطان معناتها تطلبوا الدعم من المحيطين بكم، مثالش راهو ماهيش تطيح من قيمه الشخص ولا حاجه، كان نطلبوا المساعده، انتم في حاجه الى المساعده الاسبوع القادم، على خاطر كما قلت لكم انتم مائيين والعقرب ديجا مائيه معناتها وتاثيراتها الكل راهي تاثر عليكم، معناتها ما فيها بيس كان نحن نبداو تعبين ونقولوا العبد ساعدنا. صحيح. معناتها به كيكا اون بليس باش تكتشف برشا ناس الجمعه هذيا واقنعه باش تطيح. معناتها مولود برج سرطان تحسوا في موقف نتاع صراحه، في موقف نتاع كيما نقولوا نتاع اكتشاف للاخرين. واضح. باش يعمل ميزاجور روحه. ميزاجور ياسر. به على الصعيد المهني حاول باش تكون اكثر مرونه مع زملائك، بلو سوبل هكا، وراك انت وليت ياسر صريح اكثر من اللازم. به على الصعيد العاطفي انت اوكي مائي وشخص عاطفي، هذا نعترفوا به، لكن راك بقدره ربي باش تعيش تناغم مع الحبيب لازمك تنقص من الكذب. من الاخر. على الصعيد الصحي حاول اكثر من شرب الماء، على خاطرك انت مائي اما ما تشربش برشا ماء الحقيقه، هذاك علاش باش تتجنب وجيعه الراس وخاصه لي دولور باش يجوك في كرشك يا حبيبي يا برج السرطان. تبش تعديو البرج الاسد. الاسد الملك الغاب، برج الاسد النيري، الانيب كلها الاسد. مش الاني الغادي الحقيقه، ما تغشوش عليا مواليد برج الاسد، راكم عسل نحبكم على الاخر، اما عندكم غرور معناتها اسد الغاب هو ملك الغاب. اي به يا مواليد برج الاسد، الامور الماليه نتاعكم الحقيقه في الفتره المقبله صعيبه شويه. الحقيقه برج الاسد ياسر مصرف، ما يهتمش بالامور الماليه نتاعو، يصرف من غير حدود. ماذا بيك معناتها ترتب اولوياتك خاصه في المال باش تنجم تخبي شويه فلوس ويزيك من الاسراف. على الصعيد المالي والمهني هذايا باش نحكي لكم اون جينيرال، حاول المحافظه على مكانتك المهنيه، خاطر قاعد راك توصل للمرتبه ياسر باهيه وتعبت عليها برشا واجتهدت عندك مده طويله، معناتها حافظ على المقام نتاعك يا مولود برج الاسد. على الصعيد العاطفي انت شخص رومانسي وناري وعلبانة بيك، وعاطفي علبانة بيك، اما زاد كيف كيف ما تعطيش للناس اكثر من قيمتهم الاسبوع القادم. علاش؟ على خاطرك انت نخاف عليك لا تتعرض من صدمه معناتها باش تصدم مثلا كيما نقول واحد يعطي حب وكل ولا اهتمام وكل الاشخاص ومن بعد كي الله غالب باش تصدم. على الصعيد الصحي تعاني من اوجاع في الراس يا مولود برج الاسد. الحقيقه نقص مسار وكثرة التفكير. عنده كل اوفر ثينكينغ اللي يقولوا عليه كثرة التفكير في الفارغ. الناس اللي تخمم في الفارغ راهو في الفارغ. مش في الرسمي معناتها. واضح. بيت باش نتعداو برج العذراء. العذراء اي جماعة سبتمبر فان اوت ديبي سبتمبر هذوما. اي هذوكم هما ترابيين هما زاد. اي باهيين محلاهم العذراء نحبهم انا. ناس مليح فوالا. يعاشروا. هاي اقرب الناس الى قلبي صديقاتي عذراء. ربي فضلهم لك، ربي فضلهم لك. جست حبيت نقول مواليد برج العذراء الاسبوع هذا استمتع خلال الايام المقبله بكثير من التغييرات الايجابيه يا عذراء، خاصه على المستوى العائلي والمهني. انت لازمك تبحث عن السعاده يا حبيبي يا عذراء. به على الصعيد المهني لا تحاول ان تتبع خطوه للتغيير من اجل ارضاء الاخر الحقيقه. معناتها كان عارفك حاجته بيك كما انت يقبلوا بيك بافكارك بكاركتيرك بدنيتك الكل، معناتها ما عندك ما تتعايب يا مولود برج العذراء. تخي بيان. ولا تكون زاد شخص متسلط برشا، خاطر عندهم يسون اوتوريتير يتحكموا يحبوا السلطه والتحكم وكل، برشا منهم راهو قياديين في العالم. به اترك الحبيب يا مولود برج العذراء يعبر لك هو على حبه ليك وخليه زاد على راحته، على خاطر البريود اللي فاتت راك خنقته شوي. واضح. على الصعيد الصحي يعاني مولود برج العذراء من الأرق، قلة النوم، محتاج الحقيقة المراجعة الصحية، لازم يعمل شوية كشوفات صحي. واضح. إن شاء الله باللطف. إن شاء الله، اسم الله عليكم. الاهتمام بالصحة واجب. أي بيان سور بيان سور. باهي توا باش نتعداو برج الميزان. الميزان. يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة القادمة أن يراجع ألفاظه جيدا قبل التحدث مع الآخرين.
باش يحافظ على علاقاته مع الناس ولا يخسر حتى حد، خاطر ساعات كي يتكلم عنده سوء تفهم من الاخرين. على الصعيد المهني حاول ان تكون مميز، فانت شخص مبدع يا مولود برج الميزان، فطموحاتك ليس لها حدود يا حبيبي. عليك هذا الاسبوع ان تحافظ على اسرارك كما يقول المصري، داري على شمعتك في ايد، معناتها انت اقضي حوائجك بالكتمان يا مولود برج الميزان، على خاطر كل حاجه تجي تحط عليها يدك وتحكي عليها تطير بين يديك. بي على الصعيد العاطفي حاول باش تسامح الحبيب نتاعك يا مولود برج الميزان. باش تقولي كيفاش؟ باش نقول لك انسى الماضي، انسى اخطائه نتاع الماضي، باش تنجم تطوي صفحه جديده. ممكن تخاف يبدا لك صفحه جديده هو في اخطاء المستقبل. شو ما علاش؟ خاطر الانسان كي يطلب السماح ويعرف اخطائه الميزان ما يغفرش. يغفر لك توا، لكن يرجع ويذكرك بها كل دقيقه. واضح. يا اما تطوي الصفحه يا اما تشونج لو باغ، يا قطع الصفحه يا تحرق الخيم يا جمله قفوا سلعه. الو. به على الصعيد الصحي مولود برج الميزان تعاني من القلق برشا توتر، ماذا بيك تحاول تلهي نفسك بنفسك وساعات تكره في نفسك، خاطرك انت ميزان وتوا بسم الله ما شاء الله كما قلت بذكري كي راك داخل على فتره جميله، عندك دخول برج كوكب الزهره للبيت نتاعك، وان شاء الله يا رب يكون عندك التوازن ان شاء الله. به مولود برج العقرب المائي. ايوه شهر هو تو شهر وجويوز انيفيرسير، عيد ميلاد سعيد لكل عقرب موجود يتفرج معنا وفي كل انحاء العالم. به نبشر مواليد برج العقرب. اي بشاره اكدوا معايا. هاني العس. نبشر مواليد برج العقرب، راهو عندكم انتظروا حدوث حدث مصيري في حياتكم، هناك عداله كونيه يا مواليد برج. بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ بالبوزيتيف. على قد ما هو يعطي في النيجاتيفيتي البريود اللي فاتت، اما توا مع ولاده القمر الجديد باش تدخلوا برشا بوزيتيفيتي، كيما نقولوا مثلا عنده مفاجاه تستنى فيه، عنده فلوس يستنى فيهم، عنده منحه وترقيه، عنده حاجه ياسر باش تفرحوا ايجابي، وعنده سفره بالعمل مولود برج العقرب، ولا عنده كما نقولوا باش يقوم بدورات تكوينيه باش يحسن مثلا من النيفو نتاعو الانتليكتويل، باش يحاول يحسن من روحه، على خاطر الفتره اللي فاتت كلي الضرب لازم. سينو على الصعيد العاطفي باش تجيك فرصه للرجوع الى الحبيب. انا جوست نقول لك بالنسبه للمنفصلين انتبه. اش معناها؟ معناتها كما يقول لك لا يلدغ المرء من الجحر مرتين، معناتها كان جاي في خيره وقعد. واضح. به بالنسبه للصعيد الصحي يعاني من تركيب من التفكير السلبي المفرط الحقيقه مولود برج العقرب، هو بسم الله عليه متشائم بطبعه، لكن نقولوا انتبه على امورك النفسيه، على خاطر العقرب يخزن في قلبه ما يتكلمش، ما يعطيش معناتها الفاس نتاعو الحقيقيه للاخرين. هاي. اما راهو عنده حساسيه اللطف. اما ظهر لي اقوى من الحوت عاد. من كان الاقوى احنا؟ العقرب اقوى. اقوى من الحوت في الحساسيه؟ اقوى اقوى اقوى, أقوى بيسر، خاطر العقرب راهو يمشي بالحواس نتاعو. الحوت باقي عنده طيبه. طيبه مسكين. فما معلومه يقول لك ابليس يهاب برج العقرب. يا رسول الله. معناتها برج العقرب ذكي لدرجه رهيبه. عنده دي غيف بروفيتي كيما نقولوا، انسان يتكشف على حاجات، يقرا الانسان، كي يبدا الانسان قدامه يقرا يعمل له سكانير بعينيه. تحيه لفاطمه سويد بربي كان قاعده تفرش فينا برج العقرب، هي تحيه لفاطمه. تحيه ليك. عقربه ما باهي راهي فاطمه. لا لا مش في سونس خايب، بالعكس. معناتها ايسون تري انتيليجون، معناتها عباد ماهيش في نيجاتيف، راه بالعكس عباد عندهم هيبه، عندهم افكار. اي يزيها من الهيبه. تتفرج فينا في الهيجي ديجا. باش نتعداو برج القوس توا، برج القوس الناري. به نتفائل لك في الحياه نتاعك الحقيقه برشا الاسبوع ان شاء الله القاء هذايا اللي باش يجي. الحقيقه باش يتقدم برشا مولود برج القوس في حياته. الحقيقه خاصه كيفاش نفسرها لك؟ في كل مجالات بسم الله ما شاء الله. بارك الله. بسم الله ما شاء الله، معناتها استمر بهذه الطريقه وكون متفائل بالحق، على خاطر بسم الله ما شاء الله على قد ما انت تسكرت عليك في الامور الماديه وكل، على قد ما ان شاء الله يا ربي يعطيك كل خير يا مولود برج القوس. على الصعيد المهني سوف تتمتع بثقة عالية في قدراتك الشخصية، مما سيخول لك أن ترتقي في عملك، مع تجسد بشركم اللي قادم على قرض يقدمه، اللي قادم على منحة مالية، اللي قادم زاد كيف كيف باش تجيه ترقية
معناتها ومن غير ما من غير سبق انذار كيما نقولوا. مولود برج القوس الحقيقه نشوف فيه نازدة في الامور العاطفيه مزيانه برشا، جوست هو يحب الحبيب يهتم به، معناتها عنده موك دامور هكا الكل بربي اللي عندهم شركاء نتاعهم بقوس يتلاقوا بهم بربي يقول لهم شويه جماعه برج القوس. على الصعيد الصحي نقول لكم يا مولود برج القوس انتبهوا مع دخول الشتاء، حاول تعزيز مناعتك الحقيقه للخطر باش ما تمرضش بجريب ولا بحاجه هكا، خاطر هما ما يهمهمش يخرجوا لابسين الصيد يلبسوا، معناتها ما عندهمش ما همش مسؤولين على صحتهم كل عادي نورمال فهمت. تو باش نتعداو البرج الجدي الترابي اللي هو مولود برج الجدي مسكين في البريود اللي فاتت ياسر صعيب عليه، خاصه صعيب عليه وفي الامور الماليه. لكن انا توا نقول الجدي بالعكس نعطيكم حاجه ايجابيه برشا في الفتره القادمه باذن الله. اتوقع لمولود برج الجدي حدوث تغييرات ايجابيه على الصعيد المهني، فقد باش تجنيوا برشا فرص، باش تجيكم فرصه عمل اضافيه باش تنجموا تخلصوا بها ولا تعملوا بها حاجات انتم كنتوا تطمحوا لها وكنتوا ديما تفكيركم في الماده، مع العلم اللي مولود برج الجدي هو مادي بطبعه وراهو انسان مادي ماهيش حاجه سيئه بالعكس. انسان معناتها بمخه يعرف 1 بلس 1 ايتيغال 2 محاسبي اكها. على الصعيد المهني اسبوع مليء بالالتزامات الماديه، وحاول ان تعمل ترتيب اولوياتك خاصه في الفلوس، مصروف جيزد اعظم من برج الاسد هذا ما يفكرش جمله اللي في جيبه يخرجه واضح. به على الصعيد العاطفي مولود برج الجدي عنده حنين الى الماضي الى شريك، اما نقول لك ماهوش راجع، اللي فات مات واللي نتعداو يا ربي ان شاء الله للاحسن. اما بعد اما بعد نتعداو اللي من بعده يعني نتعداو اللي من بعده. اما هو ياسر متعلق بالماضي، عنده الحنين ياسر على خبي. وعلى الصعيد الصحي نقولوا انتبه، بسم الله عليك من وعكة صحية قد تواجهها في الأسبوع القادم، أما نتيجة إهمالك في صحتك واضح. ما يهتمش بالكل بصحته الحقيقة مولود برج الجدي. تو نتعدي مولود برج الدلو الهوائي سوف يحصل مولود برج الدلو على فرصة سفر إلى الخارج، تنجم تكون معناتها رحلة ترفيهية وكيما تنجم تكون عقد عمل يستنى فيه عنده مدة كبيرة برشا، والحقيقة باش تكونوا سبب برشا كيك سوا ترفيهية سفرة ترفيهية ولا سفرة معناتها عملية تنجمت باش تغير له حياته. نجم نقولوا مثلا العازبات ولا العازبين باش يتلاقاو مع شريك حياة حبيب ونجم تكون زادة كيف كيف باش يحس روحه في الليمون بتاعه باش يتفرهدوا باش يبدا يحقق في طموحاته. به على الصعيد المهني سوف تعيش أسبوع مليء ببرشة ترتيبات في حياتك سامحوني، واولوياتك المهنيه والغلا رائعه. برج الدلو إلي فريمون تيلمون بروفيسيونيل، خدمته قبل كل شيء، معناتها الخدمه قبل كل شيء. به على الصعيد العاطفي حاول ان تجد لنفسك طريقا الى قلب من تحب، لكن بطريقه مختلفه ماهيش طريقه كلاسيكيه. هو ديجا مولود برج الدلو ديما إلي اوريجينال، معناتها ديما يحاول ديما يدخل الحبيب بفازات هكا وشموع ودنيا ورومانسيه كبيره ياسر. حكيم في الاخراج رومانسي شيء عجيب جدا. ذكر فيا في الوريد قال لي انا راني برج الدلو، ديما تجي نعرفوك تونس كامله تعرفك انت برج الدلو. سمعوا بي ديجا. على الصعيد الصحي حاول ان تزور الطبيب رد بالك وتهتم بصحتك شوي، اهتم على خاطر بالحق حتى هو زاد مهمل في صحته صحيح، وياكل برشا زاد ياكل برشا من غير تفكير حلمي ما عندناش كوجينا، ما احنا قبل كان مخلينا الاخضر واليابس انت فما كوجينا اي كان كوجينا ما على خاطر حكيم نحيناها مش على باش ما يجي نخاف على صحته مش على حاجه راهو تو مع البرج الفاغي تاع الحوت. والله تعبت انا الحوت مسكين برج الحوت نقول مسكر معقود. الوغ ابشر مواليد برج الحوت ان لديهم فرصه كبيره للرقي في علاقاتهم العملية والاجتماعية في الفترة المقبلة، ستشاهدون تغيير كبير في حياتكم العاطفية، حب جديد حب رومانسي باش تعيشوا فترة متاع غراميات يا أختي عرفك شيء كبير على شارمون فما حب كبير فما حب كبير باش يعيشوا فتره نتاع انسجام، معناتها عندهم مده وهما بالحق داخلين بعضهم مواليد برج الحوت. على الصعيد المهني افتح الابواب المقفله يا برج الحوت ولا تغلق الطريق، علاش؟ هناك عامل جديد بمثابه خطوه كبيره لتحقيق حلمك، راك انت توا
معناتها قاعده تحط في خطواتك الاولى لتحقيق الحلم نتاعك، وكل خطوه تعملها في الامور المهنيه راك قاعد ترتقي بها. معناتها كيما نقولوا طلعت للعشره باش توصل للعشرين، وان شاء الله يا ربي طموحاتك حدودها السماء. السعيد العاطفي، لا تكن قاسيا مع الحبيب هذا الاسبوع. بالنسبه للمفصلين الحقيقه باش يجيكم ميساج من عند حبيب بعيد، مكالمه معناتها حاجه هكا نتاع كيما نقولوا انسان باش يبربشو في لي سونتيمون نتاعو. على الصعيد الصحي نصيحه الحقيقه لكل مواليد برج الحوت، مارس رياضه المشي الحقيقه مش على حاجه لتعديل مزاجك النفسي. يعطيك الصحه احسان، ميرسي بوكو، ان شاء الله حظ موفق للجميع، وان شاء الله يا ربي